مرحبا فيكم حبايبي برج الجدي. اليوم حنقرأ قراءة توقعات برج الجدي. لينا نشوف بالنسبة لبرج الجدي. أول إشي رح نشوف بشكل عام الشغل، الدراسة، السفر وكذا، بعدين بندخل بالعلاقات العاطفية. بالنسبة للشغل، في أمر معلق، في أمر ما اتخذ فيه قرار وانت عم تستنى على أحر من الجمر في الشغل في العمل، وعم بيتم هذا الموضوع على خير في العمل. صار في عندك شوية اللي هي انت واقف مكانك إلك فترة، فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير. حاول حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغييرات، حتى لو بديكور المكان عم بتحاول انك تغير، لكن انا بحكي لك انه التغيير في الطريق. بالنسبة للناس اللي بيستنوا سفر، في احتمال كبير انهم يسافروا. عم بشوف أبراج مائية وطاقة برج الثور أو العذراء. بالنسبة للناس اللي بدرسوا حبايبي، شوي في ملل من الدراسة، شوي في التهاب، يعني عم تلتهوا بأمور بلا طعمة. مش غلط انه من وقت للتاني انه الواحد يغير جو، لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لانها هي المخرج الوحيد تبعك خلال هاي الفترة. ما حيغير نفسيتك الا الدراسة. عم تحصل على نتيجة حلوة، لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لانه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية. برج الجدي. إذن أوراق بالعموم يعني مش سيئة، منيحة. خلينا نشوف العاطفة للعزاب. إذا في شخص جديد هذا الشهر، برج الجدي إذا للعزاب. عم بشوفك محتار، في حيرة من أمرك، ما عم يعجبك يعني وضعك، عم تحكي باي باي لوضع وتروح أو لشخص. ممكن يكون في شخص أو حياة جديدة عم تستناك. لبرج الجدي، لا في ورق فيه أمل، فيه بس شخص جديد، يعني بدي إشي يأكد لي إنه في شخص جديد. شوف، في شخص عم بيحاول يحكي معك ولكنه بيعرف طرف تاني، لكن أنت مش عارف، أو ممكن تكون عارف بس في ظلام، في غموض. يعني على الأغلب أنت مش عارف إنه هو عم بيحكي مع طرف تاني، لكن عم ببلش يحكي معك. ممكن يكون في ارتباط، مش كتير مبين في ارتباط، لكن عم تتألق يا برج الجدي. عم تثبت وجودك، في عم بيحسوا اللي حواليك بقيمة كبيرة لإلك. في شخص بيفكر فيك لكن ما حيبادر فيك. يعني حاولت انه اطلع من الورق بس اكتر من هيك ما عم يطلع معي. مبين كمان انه انت مجروح ولسه ما تشافيت، يمكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك، لانه الشخص الجديد شرط انه يجي، لازم تطلع من الطاقة القديمة، من شخص قديم كان مؤثر في
حياتك، فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك. فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع. خلينا نشوف المتزوجين، لا برج الجدي ايش ظروفهم؟ هل في مشاكل؟ هل في طلاق لا سمح الله؟ إذن لبرج الجدي الورق اللي نزل معاي رح أقرأه. إذا برج الجدي المتزوجين حبايبي، في حمل كبير عليك، أو القراءة ممكن تكون عكسية، في اللي هي مدفوعات، مبالغ مالية مطلوبة منك، فأنت بتحاول هاي الفترة إنك تغطي أو تسد هاي الديون أو قرض ممكن، فعم بيكون بالك كتير مشغول. متزوجين من هذا البرج، الأولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي، وكأنه عم أو واحد منهم ممكن يكون في طريق أنت مش عاجبك، فعم بتحاول إنه تسيطر على الأمور، عم بشوفك عم بتسيطر عليها. بالنسبة للشريك، الشريك كتير مشغول في المواضيع المادية، المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها، عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر، عم بتكون شوي باردة من ناحيتكم. عم يرجع لك شيء قديم من قبل، وكأنه في شخص ثالث عم يدخل على الموضوع، ممكن يكون عندك أو عند الشريك. يعني خلال فترة الملل هاي اللي انتو فيها أو البرود، عم بيدور الشريك عن شيء ينعش مشاعره، أو هو في طبيعة الحال عم يحكي مع طرف ثالث. بس في سعادة، في نوع من السعادة، وكأنه في فرحة حتدخل على البيت. عم بتكون مسيطر حبيبي على اللي هي الأمور العاطفية، عم تمتلك قلب الحبيب من بعد ما شاف هو الطرف الثالث وما عجبه أو مل منه، اللي هي فترة يمكن أسبوعين ثلاث عم يحكي مع شخص ويتركه بس عشان ينعش مشاعره ويرجع لك بمشاعر جديدة، لأنه أنت رفيق الحياة، أنت بالنسبة له الأول والأخير. يعني في الأول وفي الآخر هو عم بفكر فيك أنت، الإنسان اللي حتكمل معه كل الحياة، عم بشوف فيك عم بشوف فيك الشخص اللي تحملت معه كل المصاعب، فمش هاين عليه انه يغدرك او يخونك، فعم بشوفه عم يرجع لعقله بشهر تموز، وعم بيقدم لك ممكن هدية او حب زيادة عن اللازم. يعني الشريك يا ابيض يا اسود، يا من مرة بده يبعد، يا إما يعني لما يقرب يقرب، فعم يحصل على قلبك من جديد، وعم تجدد الحب اللي بيناتكم. إذن لبرج الجدي المتزوجين منهم، في حمل، في نسبة حمل للي عم يستنوا حمل من النساء، في لأنه مبين في ولادة، في بداية شيء جديد، في حمل،
للمتزوجين، خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش منفصلين. للمرتبطين إذا شو نية الشريك، وهل هو صافي ناحيتنا أو في علاقات تانية في حياته. لبرج الجدي، في إمكانية وجود علاقة ثلاثية لكن مؤقتة عم بتكون، ما عم بتأثر كتير على الطرف اللي معانا الشريك. في أمل جديد في العلاقة، وكأنه خبرية رح توصلك عن الشريك من ناس تانيين، يعني مش هو يحكي لك إياها. هو كتوم، مبين عليه إنه شوي كتوم الشخص، وعم بيرتب أموره في ظل، يعني في ظلام، في عم بيكون متكتم كتير على الخطوات اللي عم ياخدها، عم يحاول يحل مشاكله لحتى يرتبط فيك. القراءة ممكن تكون عكسية، انت عم بتكون الأمور معك ظابطة كتير، الحظ عم يلعب معك دور كبير. بالنسبة للمرتبطين عم بيكون في فرص أخرى، لكن أنت عم يعني حابب إنك ترتبط في الشخص اللي معك أكثر من الشخص القديم اللي كان قبل هيك، لكنه عم يطلع على السطح. يعني هذا الشخص القديم عم يظهر في حياتك، لكن وحتى أكثر من شخص يعني كنت تعرفه من قبل. طبعا عندك أو عند الشريك القراءة ممكن تكون عكسية، عم يظهر لكن ما عم يأثر، عم تتمسكوا في بعضكم البعض، عم بشوف حب حقيقي ممكن ينتج عنه عيلة، في إمكانية ارتباط. لبرج الجدي، خلينا نشوف في قرار رح ياخده الشريك، ممكن يكون ارتباط، فبشائر خير لبرج الجدي. خلينا نشوف للمنفصلين من برج الجدي شو مخبي لهم الورق. ناخذ هذا الورق. للمنفصلين في رجوع أو لا، وشو عم يشعر الحبيب في البعد، وهل في علاقة ثلاثية أو لا. بين عندي إنه في علاقة ثلاثية للمنفصلين، في علاقة ثلاثية لكن في أمل في الرجوع، أمل كبير من الطرف الآخر، عم بفكر إنه يرجع بأي طريقة كانت، عم بيحاول يقدم لك مصالح شغلات علشان انت تقبل انه يرجع. عم بيكون في اتفاق وكأنه ارتباط او اتفاق على طبيعة العلاقة الجديدة اللي رح تعملوها سوا، وممكن يعبر هذا عن علاقة ثلاثية كمان. بالبداية ما رح يكون عم بيفكر بارتباط وامور من هذا النوع، لكن فيما بعد ممكن تتطور الأمور بشكل حلو. إذن في أمل في الرجوع في شهر تموز، عم بتكون مش شايف أي شيء حواليك، أي فرص، بدك الطرف الآخر بأي شكل، هو عنده نفس الشعور ولكن ما عم ياخد خطوة كان بالفترة الماضية، لكن الآن هو جاهز للرجوع.
خلينا نشوف إذا في نصيحة ممكن نقدمها لبرج الجدي لشهر تموز. إذا في نصيحة شو هي من الأوراق، من الطاقة الكونية، من الكون. عم بيحكي لك اعمل توازن، اعمل توازن في حياتك، اعطي شوي للروحانيات، ما تكون بس اللي هو بتفكر بمادية او بالامور المادية كتير، فكر بالروحانيات لانها ممكن ترفع طاقتك لدرجة انت ما بتتخيلها، يعني بتخليك بتوصلك لمرحلة اللي هو بتخليك تحصل على كل اشي. فكون على قد هاي الطاقة، وعشان توصل لهاي الطاقة بيقول لك انت بعيد حاليا عن الروحانيات، فحاول انك تكون اكثر روحاني بهاي الفترة لانه انت بحاجة لهاي هاي الموضوع. فببشرنا بإشي ممكن الورق، عم بنشوف كنت عم تنتظر وبالأخير عم تحصل على موضوع كنت تستناه. فهذا كل إشي بالنسبة لبرج الجدي حبايبي، بشوفكم بالفيديوهات.